إيه الحكمة من أن الكنيسة وضعت لنا قصة يونان النبي قبل الصيام الكبير؟ طبعا الكنيسة بحكمة شديدة جدا بالروح القدس ادتنا النموذج بتاع توبة أهل نينوى قبل ما نبتدي في أيام الصوم الكبير. إيه الحكمة في كده؟ الحكمة أن الكنيسة عايزة تقول لنا أن أيام الصوم هي أيام توبة ورجوع إلى الله، والنموذج والمثال بتاعنا هي توبة أهل نينوى، أنهم لما يونان نادى فيهم بالتوبة تجاوبوا وصاموا ولبسوا المسوح وقدموا توبة من قلبهم لله وتراجعوا عن أعمال الشر المخالفة لله اللي كانوا بيعملوا فيها ورجعوا لله بكل قلوبهم. فكان هذا النموذج الصالح وضعته الكنيسة قدامنا عشان تقول لنا إن الصوم ما هوش مجرد إن أنا بغير طبيعة الأكل اللي أنا باكله، أو إن أنا أغير مظاهر في حياتي أو في نوع الأطعمة أو إلى آخره، ولكن الصوم هو يلمس قلب الإنسان ويلمس عمل الإنسان ويلمس أقوال الإنسان، وكل ما يدور في حياته إنه يقدم بكل قلبه توبة ورجوع إلى الله. هذا هو المعنى والمغزى العميق للصوم اللي الكنيسة عايزانا إن احنا نفرح بصوم يونان ونقدم لله توبة من كل قلوبنا، وكذلك نستعد في الصيام الكبير، ويبقى هذا الصوم هو حالة رجوع وحالة توبة وحالة انكسار أمام الله واتضاع ورجوع عن الأعمال اللي هي بتخالف إرادة ربنا في حياتنا. صيام مبارك وأيام مقبولة، وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى لكم أيام صيام يونان جميلة، وكذلك استعدادنا لمجيء الصوم الكبير، وكل عام وأنتم طيبين.